أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف، والبداية من أهم العناوين. العربي الجديد: خيارات التصعيد في احتجاجات العراق بعد تفشي كورونا. عربي 21: الصحة العالمية: أكثر المصابين بكورونا في العالم هم دون سن 50. في العرب اللندنية: القوى الشيعية تفشل في التوافق حول إلغاء تكليف الزرفي. القدس العربي: تفشي الوباء بين المعتقلين السوريين وفاة أكثر من 200 منهم. فورين أفيرز عنونت: الخطر الحقيقي في كوفيد 19 ليس على الاقتصاد ولكن انهيار المجتمع. ونقرأ من واشنطن بوست: ترامب يتهم بكين بنشر كورونا ويصر على وصفه بالفيروس الصيني. في نيوزويك: خطة سرية للجيش الأمريكي لوقف اضطرابات مدنية محتملة بسبب جائحة كوفيد 19. النخب العراقية بين النقد الجاف والدور المرتقب، هذا ما قاله للكاتب جاسم الشمري في موقع عربي 21، وقد جاء فيه: في أوقات الأزمات السياسية والأمنية والصحية والاقتصادية والاجتماعية تبرز بوضوح أهمية أدوار النخب السياسية والثقافية والمجتمعية في إدارة كفة المركب الآيل للغرق في قعر. النخب والمثقفون هم المحيط، النخب والمثقفون هم الفئة الفاعلة في أي مجتمع من المجتمعات، يمكنهم المساهمة في إعمار الوطن وتجاوز الأزمات، ويمتلكون القدرة على النقد البناء بذكاء وحكمة. الأزمة العراقية اليوم شائكة، ولا تتمثل في الخلافات داخل البيت السياسي الشيعي حول رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي فحسب، بل نحن أمام مشكلة نخبوية ليست عامة لكنها موجودة في نسبة ليست قليلة من المثقفين وحملت الشهادات العليا وساهمت في خلط المفاهيم عبر المشاركة في قلب الواقع وتزويق الباطل والتغاضي عن الموت والقتل، بل والتبرير للقاتل والمجرم والإرهابي. المأزق الحالي الحرج يتمثل في وضعية ثلة من النخب أو المثقفين الراكضين وراء المصالح الشخصية البعيدة عن مصلحة الوطن والمواطن والمدمرة للحاضر والمستقبل. النخب المهاجرة، وهؤلاء أكثر أعداد النخب، إلا أن غالبيتهم مع الأسف تعايشوا مع الحالة الجديدة في البلدان المتواجدين فيها، وبالذات في أوروبا وأمريكا. وهؤلاء يسعى بعضهم وبحرص كبير لبيان وكشف حقيقة الأوضاع المأساوية في العراق، ودورهم مهم جداً لقربهم من مراكز التأثير الأوروبي والأمريكي على وجه الخصوص، ولهذا فدورهم ضروري جداً لتسليط الأضواء على حقيقة الأوضاع السلبية في العراق. التغيير المطلوب وإن كان للنخب الدور الأبرز فيه، ولكن هذا لا يعني أنه سيء أو سكوت بقية المكونات الشعبية والثقافية والعلمية والفنية والرياضية، لأن التغيير يفترض أن يكون بإرادة جمعية ومستعدة للتضحية وواعية لأهمية غايتهم، وهي بناء الوطن الجامع لكل العراقيين من الانتماءات كافة الدينية والمذهبية والقومية والعراقية. ولا يمكن نكران وجود العوائق غير الهينة أمام النخب العراقية، لكن هذا الأمر لا يدعونا إلى الاستسلام، بل يفترض أن يكون سبباً لشحذ الهمم والتكاتف النخبوي والمجتمعي من أجل غد مزهر ومشرق. يؤكد تاريخ جيش العراق أنه كان الأداة الفاعلة الوحيدة للتغيير في العراق، ويؤكد أن أي تنظيمات سياسية أو شخصيات نافذة لم تستطع الوصول إلى سودة الحكم أو محاولة إنهاء الواقع الفاسد إذا لم تستعن بقيادات عسكرية عراقية. إذا لم تستعن بهذه القيادات، وقد نجحت هذه المحاولات
أو وئدت أو أفشلت، هذا ما جاء في مقال للكاتب فارس الخطاب في صحيفة العرب الجديد. تثبت التجارب والمحن التي مر بها العراق أكثر من عقد أن جيش العراق المتشظي أفقياً وعمودياً بحسب انتماءاته الطائفية والفصائلية والحزبية غير قادر على أن يكون القوة القادرة على وضع الأمور في نصابها، على الرغم من تراجع أوضاع العملية السياسية في العراق خلال هذه الفترة وزيادة النقمة الجماهيرية على عموم الأوضاع في جميع المحافظات باستثناء منطقة إقليم كردستان، حيث لم تهدأ التظاهرات ولا الاحتجاجات منذ عام 2010، ولعل الانتفاضة المستمرة منذ الأول من أكتوبر تشرين الأول 2019 تمثل تتويجاً لحالة عدم الرضا القصوى للشعب العراقي، وخصوصاً أبناء محافظات الوسط والجنوب، بالإضافة إلى العاصمة بغداد، وهي التي تشكل نسبة العسكريين فيها الحصة الأكبر من الجيش. تظهر طريقة تعامل الجيش مع الاعتصامات والتظاهرات أن عمليات وأدها أو محاولة إيقافها تتم بطريقة غير إنسانية وغير حقوقية، وهذا واضح من حجم الخسائر في الأرواح وعمليات القتل بدم بارد في صفوف المتظاهرين، وأيضاً انعدام المساءلة أو أي تبعات قانونية على من أصدر الأوامر باستخدام العنف المفرط، وهو ما يقود إلى الحقيقة التي ربما تظهر بوضوح أن الجيش في العراق أداة تنفيذ تمت برمجتها لحماية النظام. حتى لو افترضنا جدلاً أن هناك رغبة لدى قادة معنيين من هذا الجيش الحالي بأحداث انقلاب عسكري أو الضغط باتجاه تغيير ما، فإن القطعات التي في إمرتهم لن تنفذ لأن مرجعيتهم الأصلية لأحزابهم. لم يعد سراً أن إيران تدافع في العراق عن مستقبلها في المنطقة وعن مستقبل نظامها في إيران نفسها. سيكون صعباً على إيران إذن التخلي بسهولة على العراق، خصوصاً مع التراجعات التي تعاني منها سياساتها على كل صعيد، بما في ذلك الداخل الإيراني. ولم يعد من ورقة إيرانية حقيقية يمكن أن تساوم بها مع الشيطان الأكبر غير العراق، خصوصاً بعدما اكتشف الصعوبة الذهاب بعيداً في تغيير طبيعة الديموغرافيا السورية. هذا ما جاء في مقال للكاتب خير الله خير الله في صحيفة العرب الوطنية. هناك عقل إيراني مريض يظن أن في استطاعة الجمهورية الإسلامية لعب دور مهيمن على الصعيد الإقليمي. لم تستطع إيران التخلص من وهم القوة الإقليمية المهيمنة إلى أن بدأت تصطدم بالواقع، يعني هذا الواقع، بينما يعنيه أن إيران تحت رحمة الولايات المتحدة وعقوباتها. لذلك نجد الأدوات الإيرانية تطالب في هذه الأيام برفع هذه العقوبات التي يبدو أنها أثرت على إيران واقتصادها أكثر بكثير مما يعتقد. كان لافتاً في الخطاب الأخير لحسن نصر الله الأمين العام لحزب الله في لبنان دعوته أمريكا إلى رفع العقوبات عن إيران في حال كانت تريد بالفعل مساعدتها في مواجهة وباء كورونا. سيبقى العراق العراق وستبقى إيران إيران، ولكن في انتظار الوصول إلى هذه النتيجة الحتمية ستخوض الجمهورية الإسلامية حرب استنزاف طويلة مع الولايات المتحدة من أجل أن تخرجها من العراق. سيظل ذلك ممكناً حتى لو خسر دونالد ترامب الانتخابات المتوقعة في تشرين الثاني نوفمبر المقبل، وهذا أمر مستبعد إلى حد كبير. ما لا يخفى على أحد أن كل المحاولات التي بذلتها إيران لتمرير مرشح تابع لها يتولى موقع رئيس الوزراء في العراق بات بالفشل، وانسحب هذا الفشل على رجالاتها من نوع مقتدى صدر الذي حاول فجأة لعب دور المرجعية لكل القوى السياسية في العراق. ينشط الحرس الوطني الأمريكي الآن في 20 ولاية مع توقعات بأن يعلن حكام ولاية أخرى،
مزيدا من إجراءات الطوارئ الصارمة يوميا. وبحسب مجلة نيوزويك فسيعد الجيش الأمريكي لتولي دور أكبر في الاستجابة لوباء كورونا، بما في ذلك المهمة المثيرة للجدل المتمثلة في قمع الاضطرابات المدنية وإنقاذ القانون، وهي مهمة لم يشارك فيها الجيش منذ 30 عاما. وينقسم الرأي داخل الأوساط العسكرية حول ما إذا كان يجب على القوات الفيدرالية أن تشق طريقها للقيام بذلك، حيث يتوفر لحكام الولايات وحدات خاصة للحرس الوطني. وأوضحت مجلة نيوزويك أن الحكومة الفيدرالية والقوات ليست مسؤولة عن التعامل مع حالات الطوارئ المحلية. هذا هو القانون وهو منطقي جداً. وجاء في التقرير أن مهمة الاستجابة للاضطرابات المدنية تتطلب براعة خاصة قد لا يمتلكها أفراد الجيش، مع الإشارة إلى أن خطط وزارة الدفاع لم تكن تتوقع التعامل مع سيناريو شبيه بفيروس كورونا. وحذر رئيس مكتب الحرس الوطني من إضفاء الطابع الفيدرالي على الحماية في الداخل، والذي قد يسرق من الحرس الوطني السلطات القانونية الفريدة من نوعها للقيام بمهام إنفاذ القانون. ووفقاً لأحد كبار المخططين العسكريين الذين يعملون على الفيروس التاجي، فقد تم إعداد خطة لنشر القوات الفيدرالية في أدوار الدعم، كما خصص البنتاغون هذا الأسبوع سفينتين تابعتين للبحرية لمكافحة الفيروس، إحداهما في نيويورك والأخرى في كاليفورنيا، وتم تخصيص بعثات لوجستية وهندسية أخرى. وكشفت القيادة الأمريكية الشمالية ومقرها ولاية كولورادو عن خطة طوارئ خاصة بها تدعى أعمال الاضطرابات المدنية، وهي خطة يبلغ طولها مئات الصفحات، تتحدث عن مجموعة من المهمات العسكرية لمساعدة السلطات المدنية في الاستجابة للاضطرابات المدنية. وتشمل هذه أعمال الشغب وأعمال العنف والتمرد والتجمعات غير القانونية وأعمال العنف الجماعية. ذكر صحيفة واشنطن بوست أن نظرة فاحصة لملاحظات الرئيس دونالد ترامب تظهر حذف كلمة كورونا ووضع مكانها صيني. استخدام ترامب المصطلح أصبح محل فخر بين المساعدين في البيت الأبيض والأنصار، وواصل الرئيس استخدامه بشكل متكرر في وقت تم انتقاد حالة الطوارئ الصحية التي أعلن عنها. وقالت إن مصوراً صحفياً في واشنطن بوست استطاع تصوير نسخة من تعليقات ترامب التي شطب فيها المصطلح الطبي للفيروس كورونا ووضع مكانه كلمة صيني، وذلك بقلم أسود. وتعلق الصحيفة أن تحول ترامب لتوجيه اللوم الكامل للصين يتزامن مع توسع الدمار الذي أحدثه الفيروس في كل أنحاء الولايات المتحدة، والانتقاد المتزايد للإدارة التي ضيعت فرصاً كثيرة للرد والتحضير. وظل ترامب على مدى أسابيع في شهري كانون الثاني يناير وشباط فبراير بتقليل شأن الوباء، وأنه لا يشكل إلا مخاطر قليلة على الأمريكيين، حتى بعد إصداره أمراً يمنع المسافرين غير الأمريكيين القادمين من الصين من دخول الأراضي الأمريكية. وبعدما بدا وكأنه يقدر مستوى الأزمة بداية الأسبوع، هاجم ترامب وبشدة يوم الخميس الصحفيين والمنظمات الإخبارية، والتي قال إنها فشلت في الحديث وبدقة عن إنجازاته في مواجهة الفيروس. وفي تقرير أعدته أنجيران ذكرت فيه أن ترامب صوب سهام ناره على الصين، واتهمها بأنها سمحت بانتشار وباء كورونا والذي أدى إلى نشر الوباء في أمريكا وإغلاق معظم ملامح الحياة اليومية وتدفع الاقتصاد الأمريكي نحو الكساد. في مقال الباحث البارزي في مركز ستون لعدم المساواة الاجتماعية الاقتصادية، البروفيسور في مدرسة لندن الاقتصاد نشره موقع فورين أفريز، قال فيه إن الوباء الحقيقي هو الانهيار الاجتماعي، وأكد أنه حتى شهر آذار عام 2020 تأثر العالم بالشر الذي لم يعد قادرا على التعامل معه بطريقة فعالة،
ولا أحد يعرف مدة استمراره. إن التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد يجب عدم النظر إليها كمشكلة عادية يمكن للاقتصاديات المصغرة حلها أو التخفيف منها، بل وسيشهد العالم تحولاً في طبيعة الاقتصاد العالمي، والأزمة الحقيقية والمباشرة هي عن الإمداد والطلب. فالإمداد يفشل لأن الشركات تغلق أبوابها أو تخفض من قدراتها لحماية الموظفين من الإصابة بكوفيد-19، وهو المرض الذي يتسبب به فيروس كورونا المستجد، ولا يمكن لأسعار الفائدة المنخفضة التعويض عن النقص في العمال الذين سيتوقفون عن العمل، كما هو الحال عندما يتم قصف وتفجير المصنع أثناء الحرب. كما أن سعر الفائدة منخفضاً لن يعوض الإمدادات التي تمت خسارتها في اليوم أو الأسبوع أو الشهر التالي. ومما يزيد من صدمة الإمداد هو تراجع الطلب بسبب منع الناس الخروج من بيوتهم وعدم توفر البضائع والخدمات التي تعودوا على استهلاكها. فلو أغلق بلد بالكامل وأوقفت الملاحة الجوية فلن يسافر الناس مهما كانت إدارتك للأسعار فاعلة. ويواجه العالم منظور تحول عميق هو العودة إلى الاقتصاد الطبيعي، أي الاعتماد على النفس، وهذا التحول هو المضاد للعولمة. ففي الوقت الذي تتطلب العولمة من بين أشياء أخرى توزيع التخصيصات أو التخصصات بين الاقتصاديات المتباينة، فإن العودة إلى الاقتصاد الطبيعي تعني تحرك الدول نحو اقتصاد الاعتماد على الذات، مع أن هذا التحرك ليس محتوماً. قررت السلطات الصينية الحظر النهائي لبيع واستهلاك الحيوانات البرية، ومن المفترض أن ينص كذلك التشريع الجديد بهذا الخصوص على أن تجارة الحيوانات البرية للأغراض الطبية أو البحثية أو الحيوانات الأليفة ستخضع لنظام موافقة صارم وإجراءات حجر صحي. وأوضحت مجلة ناشونال جيوغرافيك في نسختها بالفرنسية أن مجموعة من أنصار البيئة نبهت الشرطة الصينية في شهر أيلول الماضي بخصوص مزرعة بالقرب من العاصمة بيجين، إذ حبست آلاف الطيور الحية، وأطلقت السلطات سراح نحو 10,000 طائر قبض عليها بشكل غير قانوني باستخدام الفخاخ، كانت متجهة إلى المطاعم أو الأسواق في جنوب الصين. من بين هذه الطيور كان هناك نوع من الطيور المارة المهددة بالانقراض، والذي يفسر هذا التراجع الكبير لأعدادها من خلال شهية بعض المناطق الصينية. وقد أدى انتشار فيروس كورونا القادم من سوق بيع المأكولات البحرية بالجملة في مدينة ووهان أدى إلى تسليط الأوضاع الدولية على تجارة الحيوانات البرية الحية في الصين. نقلا مشاهدينا مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتورية. هذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن تعالى صدى أقلام جديد من الرافدين، في أمان الله.